وبشأن بيان اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي عن استهداف الناشطين في التظاهرات، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان عضو اللجنة العليا للميثاق الأستاذ مكي نزال. أهلا ومرحبا بك أستاذ مكي. أهلا وسهلا بكم ومرحبا. أصدرتم بيانا تنددون فيه بالاغتيالات التي تتم من قبل الميليشيات والقوات الحكومية، إلى ما استندتم من وقائع ومعطيات في هذا الاتهام الصريح للميليشيات والقوات الحكومية في اغتيال الناشطين؟ نعم، نحن نراقب الساحة العراقية، لدينا يعني أعضاء في الميثاق داخل العراق كثر، وهناك من يتصل بنا ويزودنا بالمعلومات الموثقة، إضافة إلى أن هذا الذي يحصل واضح، يعني لا يحتاج إلى عراقي أو ضليع بالأمور ليعرف أن هذه موجة أخرى من موجات القتل التي يتعرض لها الشعب العراقي. الموجة الأولى كانت في 1990 بالطائرات الأمريكية، ثم في 2003، ثم في معارك الفلوجة القتل الجماعي، ثم قتل المظاهرات في السنوات التي خرجت فيها المظاهرات في بغداد، ثم مظاهرات الأنبار والمحافظات المنتفضة. يعني هي سلسلة لم تتوقف. هذه المرة كالمرة التي سبقتها، الدور لميليشيات إيران وليست التابعة لإيران، هي ميليشيات إيرانية معروفة تعلن ولاءها لإيران، تقتل هؤلاء الشباب والشابات. المصيبة أنهم يقتلون النساء أيضا، وهم الذين يزعمون حماية الأعراض وما إلى ذلك. هذه السلسلة هي تبعات، كلها تبعات احتلال العراق في 2003. طيب، المنظمات الحقوقية أرجعت تفشي تلك الاغتيالات إلى سياسة الإفلات من العقاب. إذا كانت الحكومة في بغداد متورطة بجرائم اغتيال الناشطين، لمصلحة من يتم كل هذه الاغتيالات؟ الاغتيالات هم يظنون أنهم سيسكتون الشارع بهذه الاغتيالات. الحقيقة أن الدم لا يسكت عليه، يعني جربوا ذلك، وهذا غباؤهم وغباء كل الطغاة الذين سبقوهم عبر التاريخ. المصيبة أن رئيسهم الآن يغازله الرئيس الأمريكي ترامب في الولايات المتحدة التي تزعم أنها جاءت بالديمقراطية للعراق، فهذا الذي أسموه الديمقراطية في العراق مستمر والثورة مستمرة. هم يظنون أنهم إذا أسكتوا ريهام ستسكت المرأة العراقية، وإذا أسكتوا الشباب في البصرة والناصرية، وحتى في بغداد البارحة حاولوا اغتيال بعض الناشطين، هم يظنون أنهم سيسكتون هذه الثورة المليونية العراقية التي بدأت ولن تنتهي إلا بسقوطهم إن شاء الله. أستاذ مكي، أنت قلت أنهم يظنون إذا أسكتوا ريهام ستسكت المرأة، وإذا أسكتوا الشباب سيسكت شباب العراق، تقصد هنا الثوار والناشطين. برأيكم هذه عمليات الاغتيال وتزايدها في العراق، هل ستؤثر على الحركة الشبابية وعلى ثوار تشرين؟ نعم ستؤثر، هذه ستؤجج النار الثورة أكثر وأكثر، وستجعل العراقيين كتلة واحدة في وجه هذا النظام. يعني كل شيء يختلف عليه إلا الدم والاغتيال غيلة وغدرا في وضح النهار، هذا لا يسكت عليه، ولا سيما أن القاتل معروف والأجير معروف. وأنا أثني على ما قاله الرجل قبلي من أن يعطون لأحدهم 500 دولار، ويقول وهو مبالغ حقيقة، هؤلاء يقتلون ب100 دولار لأنهم أعضاء في هذه العصابات، وتأتيهم مكرمة لممارسة فسادهم من النوع الآخر. هذا سيزيد الثورة اشتعالا، نعم سيؤثر على الثورة إيجابا وليس سلبا.
أنتم في الميثاق الوطني وأنت أستاذ مكي عرجت في محض إجابتك على مغازلة ترامب إلى مصطفى الكاظمي في واشنطن. ترامب صدع رؤوس العراقيين بأنه يحاول تقليم أظافر إيران في العراق والمنطقة. برأيكم في الميثاق الوطني، هل تعتقدون أن الرجل صادق في هذه النية أم لا؟ الأيام ستكشف، ولكن نحن على قناعة تامة أنه يعني تقليم أظافر إيران بعض الأظافر التي قد تخربش كما يقولون الأمريكان. أما ما يخص الشعب العراقي فأمريكا جاءت من أجل تكميم أفواه العراقيين وسحق شخصيتهم التاريخية، وهم مؤيدون كما إيران مؤيدة وفرنسا وبريطانيا مؤيدة لهذه الأعمال. عبر الهاتف كان معنا من العاصمة الأردنية عمان عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني أستاذ مكي النزال، شكرا جزيلا لك.